مدام اذا الفيل قاعد على السجاده وبدنا نسحب السجاده من تحته كيف الطريقه؟ بنقول له قوم بدي اعزل. مدام بفيك تقولي له قوم. فيل هو فيل. ايه خلص بسحبها بدون ما يحس. مدام فيل 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 مش صغير. فيل فيل ما مشكلة. أنا لو شو ما كان لو بقرة لو فيل بسحب السجادة من تحت. مدام عم تمزح. ايه قولي له هيك للجمهور. لكن أنا بسحب السجادة إمتى ما بدي، المهم يكون عندي إرادة وقوة وتصميم. الله شفتوا النسوان كيف. ثانك يو لإلي. إذا الفيل قاعد على سجادة خي ونايم بدنا نسحب السجادة من تحته كيف؟ نفيقه. ليك ما فينا نفيقه، الفيل ما فيك تفيقه. الفيل قاعد عليها ولازم نسحب السجادة من تحته. اي ما عم بقوم مبسوط عليها، ما عم بقوم كيف نسحبها؟ بنعيط له بنقول له تعال قوم. شفتوا كيف بدي قوم يعني؟ شو؟ ما نسحب السجادة من تحته. هيك. كيف نسحبها؟ نسحب السجادة هيك. شفتوا كيف يسحبوا السجادة؟ هيك بيسحبوها. ايه يعني ما في حل؟ لا والله حسون، هيك الحل انه نقيمه مزيح عشان مزيح للنايم. كيف بدك تقيمه؟ ما هو نايم. بنقول له قوم. ما فيك تقيمه يا زلمه، فطرت معاه ضروري نسحب السجاده كيف؟ خليها وخلص شو بدنا نعمل؟ خلص هذا الجواب. بأمرك يا كبير. اذا الفيل قاعد على السجاده وبدنا نسحبها من تحته كيف نسحبها؟ بطير. الفيل بطير. الفيل بطير؟ الفيل بطير. وبنسحبها من تحته؟ وبنسحبها من تحته. طب افترضنا كان نايم؟ بنحطك فوق وبنشوف شو بنعمل. ثانك يو لك. الفيل قاعد على سجاده وبدنا نسحب السجاده من تحته، كيف الطريقه لنسحبها؟ بسيطه هين كثير. حغني لك موال بينسحب السجاده من تحته. قل لي شو هو الموال؟ الموال بيقول انت وانا، انت وانا يا ريت عنا كوخ مخبى بفي الحور والكينة وما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ما حدا يدري فينا. الله صباح عملت غنية من زمان اسمها على البطاطا، على البساطة البساطة يعني على البطاطا. خبز وزيتونة وتعشيني بطاطا. لا ما بقى فيك تجيب لا خبزة ولا زيتونة ولا فيك تجيب بطاطا. كهربا هذه عطول لما ما اختلفنا عليها. هذه وير هاي مش مختلفين عليها. لا ما هلا انا ليك حاطط طاقه شمسيه عندي هون بخزن لحالي. ثانك يو لك. ثانك يو لك حبيب قلبي شكرا. اذا الفيل نايم على السجاده وبدنا نسحبها من تحته كيف بنسحبها؟ للفيل الفيل بطير. هلا الفيل ولا مره انا بحياتي بصراحه مره واحده شفت فيل طاير مره واحده. انا بحسه بطير للفيل. كيف بنسحب السجاده؟ بس طير بنشيله ما هو فيل. ايه مظبوط حذرتها. طيب حذرتها والله ما حذرتها. ماشي بركي بركي كان الفيل نايم. هلا اذا نايم ما عادش فينا نعمل شيء. شو؟ ما عادش فينا نعمل شيء. نايم وبدنا نسحبها ضروري. ما عادش فينا نعمل شيء خلص. ما عادش فينا. ما فينا نشيل السجادة تحت منه. ما فينا. ما فينا يا جمهور ما فينا. ما فينا شو؟ ما فينا نشيل السجادة من تحت منه. خاصة بلبنان. يعني ممكن تلاقي طاير الفيل؟ بلبنان بطير الفيل. اه بيطير. بطير بلبنان. بطير ولا ما بطير؟ انا مره شفت فيل طاير يعني آه. ممكن يكون هو. اذا فيل كان قاعد على سجاده وبدنا نسحبها من تحته السجاده شو الطريقه؟ فيل قاعد على السجاده. ايه فيل 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 ايه كبير اكبر قياس قاعد عليها للسجاده. لا شو بدنا نسوي لها؟ هيدي صعب كثير. هيدي كثير 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 صعب. هيدي بدنا شيء صعب. هيدي صعبه. بتعرف شو بنعمل له؟ ببعث له بيتزا لابيلا بيتزا. عرفت علي كيف؟ بنشوف لابيلا بيتزا بالدعسة. في الدعسة الفيل قاعد على الدعسة بدنا نسحب الدعسة من تحته شو الطريقة؟ أحلى شغلة نحكي له نكتة. بينبسط. شفته؟ شفته كيف الناس بتفكر؟ صح. ثانك يو لك. ويلكم ويلكم. إذا الفيل كان قاعد على السجادة وبدنا نسحب السجادة من تحته كيف شو الطريقة؟ بتقومه. شو بتقومه؟ إنه فيل 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 بليز فيل ما حيقوم. ما حيقوم؟ لا. هو فين؟ قاعد على السجادة وبدنا نسحبها من تحته. هيك ما بعرف صراحة. لا عن جد شو الطريقة؟ طريقة انك تنكزه ويخليه يقوم. خي ما فيك تنكزه يعني اذا ضربنا بهذا انفه بيكسر. نسحب السجادة بقوة. كيف؟ شو كيف؟ هو قاعد عليها؟ هو قاعد عليها؟ نسحبها هو السجادة. طيب شو عم تحكي؟ ثانك يو لهلا ميرسي. سمعتوا شو قال؟ نسحب السجادة هو هو الفيل.
ايه والله هي والفيل. يا ثانك يو لك حبيب قلبي. الفيل قاعد على السجاده وبدنا نسحب السجاده من تحته، شو الطريقه؟ بدك تسحب السجاده شو بتقرقره يا خيي؟ بتعمل له شيء شغله؟ بتعمل له؟ بتقرقره بتعمل له شو بعمل له للفيل؟ بيطلع بتقرقره هيك شوي ببطنه يا خيي شوي تقرقره وبيمشي الحال. شفتوا كيف؟ هذا الحل. ثانك يو لك حبيبي يا خيي حسون. الفيل قاعد على السجاده، كيف بنقدر نسحب السجاده من تحته؟ الفيل قاعد على السجاده فيل قاعد على السجاده، بدنا نسحب السجاده من تحته، كيف نقدر نسحبها؟ بس يقوم. بس شو؟ بس يقوم. يمكن قصدي يمكن ما الفيل قاعد على السجاده؟ ايه فيل قاعد على السجاده. كيف نقدر نسحب السجاده من تحته؟ سحب. هلا عم تمزح معي؟ كيف بدنا نسحبها؟ بس قل لي كيف الطريقه. بتسحبها هيك بتشيله بالونش للفيل. تشيل الفيل بالونش؟ يا مشحر. سمعتوا شو قال له؟ سمعتوا شو قال له؟ بنشيل الفيل بالونش وبنسحب السجاده. خلونا نشوف بعد الفاصل. ثانك يو لك. اذا الفيل قاعد على السجاده، كيف بنقدر نسحب السجاده من تحته؟ والله ما اعرف. الفيل فيل هيدا الفيل عرفته؟ عم يعملها عرفته الفيل؟ ايه. اذا قلت له قاعد على السجاده ونحن بدنا نسحب السجاده من تحته كيف؟ يعني هو فيل ياوي تقرب لواحد يخاف من عنده، الناس تخاف من عند الفيل يعني. بس نحن لازم نسحب السجاده. ايه والله ما اعرف. لك سهله. اذا تقول لي بيها سهله ساعدني بيها ومشيها. يعني ممكن نجيب له ونش نشيله؟ ايه ونش. هيدا ونش بيربطوه وبشيلوه. ايه يصير ايه. قل لهم هيك. ايه احتمال يعني بونج. ايه رافع وينج. ايوه بشيلوه فيه ان شاء الله. شفتوا انه الفيل بينشال، ما حدا يخاف من الفيل لانه الفيل منيح. صح ثانك يو لك ذوق حبيبي. اذا الفيل قاعد على سجاده ولازم نسحب السجاده من تحته، كيف نسحبها؟ نشيل الفيل نسحب السجاده؟ لا ما فيك تشيله، ما هو الفيل نايم واذا فيقته بدك تزعجه. نحن ما بدنا نزعجه للفيل، بدنا نخليه نايم، كيف بنقدر نسحبها من تحته؟ شلون نسحبها من تحته؟ ما نسحب السجادة من تحته. والله ما ادري شو اقول لك، شلون يعني هو نايم شلون نسحبها؟ هو نايم، بدنا نسحبها من تحته. نقله عن اذنك شوي وخر. شو؟ نقعده شوي نقله وخر. نحن بالعراق نقله قعد الفيل نقله وخر. يعني ما فينا نسحبها من تحته؟ شلون نسحبها من تحته؟ السجادة. ما هو نايم عليها. نايم عليها شلون نسحبها؟ بس بدنا نسحبها. نسحبها لازم نطقه شلاق. ايوه نضربه شلاق. تجي ولا لا حبيبي حبيبي. اذا الفيل كان قاعد على الدعسه وبدنا نسحبها من تحته شو بنعمل؟ بننطره ليقوم وبنسحب الدعسه. روح